تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع بنت. أنا سامية عرموش واقتراحاتي هيك الآتي. الجمعة الصبح مدعوون للمشاركة بفعاليات سوق الفنانات في الساحة النسائية شارع بني هودة. أما في ساعات المساء فأنتم مدعوون لحضور المسرحية الموسيقية عيون مع الفنانة ميرا عواد في مسرح بيت الكرمة. في السبت الصبح يدعو الائتلاف من أجل الحفاظ على بستان الخياط الأثري إلى حملة تنظيف في البستان. وأخيراً الأحد المساء رايحين ببساطة نغني باللغتين العربية والعبرية مع موكل مصر المدنية في بيت الكرمة.